الحقوني الحقوني، حد يلحقني، اللي جاب العنكبوت الكبير ده في اوضتي، حد يلحقني. انا احسن حاجة هروح اجيب الشبشب واموته بيه. برضو ما ماتشي. طيب دلوقتي انا هروح اجيب المكنسة بقى. ايه ده، تعالى يا عنكبوت، انت طلعت فوق كده ليه؟ انا كده هجيبك ازاي بالمكنسة؟ اه غلبتني، اعمل ايه دلوقتي يا رب اعمل ايه؟ ابعد عني يا عنكبوت، ابعد عني، ابعد عني. ايه ده، العنكبوت عضني وحولني لسبايدر مان. يا حلاوة يا حلاوة، ده انا كده بقيت خارقة، ده انا كده همسك العيال هموتهم ضرب، كده بقيت قوية جدا، محدش من العيال هيقدر عليا ولا يعمل فيا مقالب تاني. انا متشكرة جدا يا عنكبوت انك قرصتني وحولتني، تلاقي العيال ولادي الذين هم اللي حطوك في اوضتي عشان تقرصني، بس اتقلبت عليهم، دلوقتي انا هروح اموتهم ضرب. بنت يا لولو، بتعملي ايه هنا؟ انا مش قلتلك تذاكري وما تطلعيش تلعبي النهاردة؟ ما هو انا ذاكرت يا مس وقلت اطلع العب شوية، وبعدين انتي لابسة ايه ده يا مس؟ لابسة بدلة سبايدر مان؟ شكلك يضحك قوي يا مس. انتي بتتريقي عليا يا لولو؟ لا يا حبيبتي، دي مش بدلة سبايدر مان ولا حاجة، انا اتحولت لسبايدر مان وبقيت قوية وهضربك اكتر من الاول. يا لهوي يا لهوي، انا اسفة يا معلمة يا جريرة، انا ماشية انا ماشية. خدي هنا راحة، فين ده، انا لازم اعلقك على الشجرة دي، ازاي بتغلطي فيا وتتريقي عليا؟ تعالي هنا. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ حرام عليكي يا معلمة يا جريرة، نزليني من على الشجرة، سيبيني في حالي. احسن يا لولو، علشان تتعلمي الادب هخليكي هنا متعلقه على الشجره، واروح اجيب العصايه بتاعتي علشان اعرف اضربك، وهروح بقى اشوف كل الحيوانات اللي في الغابه وكل العيال الصغيره اللي كانت بتضايقني، هروح انتقم منهم دلوقتي واعلقهم برضو زيك كده. الحقوني الحقوني، المعلمه الشريره علقتني على الشجره، امسك يا جيري من عندك، علق الزينة كويس. علقتها. ايه ده يا حلاوة يا حلاوة، زينة رمضان، بتعمل ايه يا اخويا انت وهو؟ احنا انا مش قلتلكم امبارح محدش فيكم يطلع من بيته ويقعد يذاكر الدروس اللي انا اديتها لكم في الفصل؟ احنا بنعلق زينة رمضان. رمضان لسه عليه اسبوعين، انا قلتلكوا تذاكروا، ابقوا علقوا الزينة دي لما رمضان يجي. احنا ملناش دعوة، احنا عايزين نعلق الزينة دلوقتي، وبعدين ايه اللي انتي لابساه ده يا مس؟ انتي بقيت سبايدر مان ولا ايه؟ ايوه يا تومي يا حبيبي، بقيت سبايدر مان، وهنفضكوا انتوا الاتنين دلوقتي علشان انتوا مبتذاكروش وبتضيعوا في وقتكوا قاعدين تعلقوا زينة رمضان. اجري يا جيري، خد تعالى انت وهو. شفت بقى يا حبيبي انت وهو ان انا اقدر عليكوا ازاي؟ خليكوا بقى متعلقين على الشجر كده زي فوانيس رمضان. ماشي يا جيري، خليك كده زي فانوس رمضان يا حبيبي، اخدك احطك في وسط الزينة اللي انت هتعملها هناك. الحقوني الحقوني، نزليني ايه على الشجرة دي؟ لا مش هنزلكم، انا هروح بقى اجيب العصايه بتاعتي واضربكم وانتوا على الشجره كده. الحقونا الحقونا الحقونا. يا
يا حلاوة يا حلاوة، ايه ده يا اخويا، ايه ده يا سيمبا، انت قاعد تلعب يا حبيبي بالبالونات وبالقطر اللي بيزمر ماشي ده، وسايب المذاكرة بتاعتك؟ ده انت هتاخد علقة النهاردة. ايه ده يا ميس، انت جيتي امتى؟ وبعدينك انت ايه اللي انت لابسه ده؟ انت لابسه سبايدر مان ليه؟ انت ناويه تعملي فينا ايه؟ هقولك دلوقتي انا هعمل فيك ايه، انا هعلقك على الشجره دي. الحقوني، حد ينزلني من على الشجره. انت يا وليه يا مجنونه، انت علقتيني على الشجره كده ليه؟ نزليني يا معلمه يا شريره. يلا يا سيمبا، انا هروح اشوف بقيه اصحابك علشان اعلقهم زيك على الشجره، عشان انتوا عيال شقيه ولازم تستاهلوا ضرب، لازم اعلمكم الادب. يا اسد سيمبا يا اسد سيمبا، الحقنا يا اسد سيمبا. في ايه يا ميدو، ايه اللي حصل؟ المعلمة الشريرة يا اسد سيمبا اتحولت لسبايدر مان، في عنكبوت عضها وحولها، وهي دلوقتي عمالة تعلق في كل الحيوانات على الشجر، وعمالة تضربهم وعمالة تعذبهم، وانا خايف لا تعذبني انا كمان. دي علقت لولو على الشجرة، وعلقت توم وجيري، وكمان سيمبا ابنك. يا نهار ابيض، دي اتجننت دي ولا ايه؟ انا لازم اروح انادي سبايدر مان الحقيقي، هو اللي هيتصرف معاها، كمان سيمبا ابن حبيبي. يا حبيبي يا ابني. ايوه الحقنا بسرعه يا عم سيمبا، الحقنا. خير يا اسد سيمبا، عاوزني في ايه؟ الحقنا يا سيدي، بيقولوا المعلمة الشريرة اتحولت لسبايدر مان زيك، وعمالة تعذب في الأطفال الصغيرين في الغابة، وتعلقهم على الشجرة وتضربهم. ها دي مجنونة قوي يا عم سيمبا. بقولك ايه، أنا معايا عنكبوت، العنكبوت ده لو قرصها هتتحول تاني زي ما كانت وهترجع لأصلها. دي مجنونة، يلا بينا يا أسد سيمبا. يلا بينا. ايه يا معلمة يا شريرة، مش ناوية ترجعي لأصلك بقى ولا ايه؟ هتفضلي لابسة البدلة اللي انت لابساها دي وعاملة نفسك سبايدر مان؟ عاوز مني ايه يا سبايدر مان؟ وبعدينك دي مش بدلة، انا بقيت سبايدر مان زيك. ها ها ها، عمرك ما هتبقي زيي. بقولك ايه يا معلمة يا شريرة، انا جايبلك هدية حلوة قوي. ايه ده، انت حولتني كده ازاي؟ رجعني تاني زي ما كنت، رجعني. لا مش هرجعك، امشي بقى من هنا احسن، اخليكي حيوان اليف بيمشي على الارض، قطة ولا فار. ما تنسوش يا اصدقائي تعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس.